أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن خدمة الوطن واجب وشرف وحمل للمسؤولية يحتم مواصلة العمل إرادة وتصميما لتحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه بأن يكون المواطن دوما محور كل العمل والمشاريع التنموية. وأشار سموه إلى أهمية استمرار تطوير الأداء الحكومي مؤكدا بأن الكوادر الوطنية تبذل جهودا مخلصة من أجل تحقيق هذه التطلعات وهي محل تقدير وامتنان، مشددا على الدور المهم للقيادات التنفيذية في تحقيق كافة استراتيجيات وخطط الحكومة بما يعود على الوطن بالرفعة والازدهار وعلى المواطن بالخير والنماء ومواصلة تحقيق المنجزات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله عن بعد 72 مديرا من المعينين خلال الفترة الماضية في الحكومة يمثلون 26% من المدراء في الخدمة المدنية، حيث رحب سموه بانضمامهم للعمل الحكومي ضمن فريق البحرين متمنيا لهم كل التوفيق. ونوه سموه بأهمية دورهم في بلورة مخرجات العمل الحكومي وحثهم على تشجيع العمل الجماعي وترسيخ الابتكار والإبداع، معربا سموه عن شكره لكافة موظفي الحكومة على ما يقدمونه من جهد وعطاء من أجل الوطن والمواطن في كافة مواقع العمل الحكومي. من جانبهم أعرب المدراء عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام دائم بتطوير الأداء الحكومي وما لقوه من حرص وتوجيه لهم لمواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل الوصول للتميز المنشود في الخدمة الحكومية، معاهدين سموه على بذل المزيد من العطاء لتحقيق تطلعات ورؤى سموه حفظه الله بما يحقق الخير والنماء للوطن والمواطنين.